يعني وصفك انت انقلاب لا تستمر. هذه الانقلاب انقلاب على من؟ لو عفوا على القانون. على القانون المتفق يعني عليه. ما صار هو جلسة غير قانونية؟ لا ما اقول قانون هاي غير القانونيين، لكن بالسياق السياسي، ولكن اكو قانون انتخابات. هاي قانون انتخابات ما طبق، ما لا تركمان تمثل ولا كل العرب تمثل ولا حزب الديمقراطي تمثل. أوكي. وصار نوعا ما يعني طبعا هي الشغله هم معقده، انا ما اريد اقول بانه الشغله اللي صارت بالامس ما كان لازم يصير. أوكي. اذا تستمر ست اشهر قضيه ما تتشكل حكومه لطيف. الى اين؟ لابد ان يكون حلول. اذا هو انقلاب، ولكن كان راينا بان رئيس الوزراء واعد، اقول واكد عليه، واعد بانه لا تتشكل حكومه الا بحضور الكل ولا تتشكل. اللي صار بعلم السوداني؟ لا ما اتصور، ما ليس لا راضي وبعلم ولا بعلم غير راضي سوداني. نعم طبعا محمد تميم بصراحة لعب لعبة غير صحيحة، اللي هو كان ممثل على أن يكون إدارة حل إيجاد حل. أوكي. وتحول من هذا الجانب إلى ذاك الجانب، وتقريبا يعني هو ممثل السودان، هو صار يعني هو الآن هالشيء، لأن نائب رئيس الوزراء بعد من تريد هو صار، هو صار يعني انتقل للطرف الثاني، جاب أخوه، جاب اللي يمثله وجاب التسعة. أي. وإلا ما الإخوة ما كانوا يقدرون يجيبون التسعة. يعني تعتقد الجلسة ما كانت بعلم السوداني؟ لا مو بعلم السوداني، ولا حد يسمو رضا، ولا حد مراضي السوداني. مراضي. لا مراضي.